أعلنت طيران الإمارات ومجموعة من الشركات العاملة في الصناعة عن شراكة لبناء أول مختبر تجريبي للمشاركة في إعادة صياغة مستقبل صناعة النقل الجوي للركاب في منطقة 2071. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أن مبادرة المختبر التجريبي للطيران سترتقي بقطاع الطيران في الإمارات إلى آفاق جديدة وستفتح إمكانيات واسعة أمام عالم مترابط، حيث يعد مختبر الطيران جهدا تاريخيا غير مسبوق لاستضافة شركات خطوط جوية ومصنعين وموفري خدمات لوجستية أرضية وجهات تنظيمية ومهندسين وأكاديميين وشركات ناشئة تحت سقف واحد. وقعت موانئ أبو ظبي أمس مذكرة تفاهم مع مطارات أبو ظبي لتوفير منافذ خاصة لإنهاء إجراءات السفر في محطة أبو ظبي للسفن السياحية، وذلك بموجب هذه الاتفاقية تقدم مطارات أبو ظبي خدماتها من المحطة والتي تتضمن منافذ تعمل على تسهيل استكمال إجراءات السفر قبل وصولهم إلى مطار أبو ظبي. ووقع الاتفاقية الكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبو ظبي وعبد المجيد الخوري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبو ظبي.